الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم حبيبات قلبي إلى قناة ليندا ياسمين للطبخ. نرحب كامل بمشتركي قناة ليندا ياسمين للطبخ، ونرحب بالمشتركين الجدد اللي انضموا للقناة. نقولكم كامل مرحبا بكم، نتمنى نكون عند حسن ظنكم إن شاء الله. قبل ما نبداو لا فيديو تاع اليوم، ما تنسونيش بالإعجاب وبتعليقاتكم الشابة باش هكذا نتحفز ونمد لكم وصفات ما خير ان شاء الله. الوصفه تاع اليوم راح تكون وصفه سهله التحضير وبسيطه، لوازمها موجوده في كل بيت. تشكتوكه القرعه اللي كامل نحبو هذا التشكتوكه في الصيف. الوصفه راح تكون كيما قلت لكم بسيطه. عندي هنا القرعه، كل وحده ديرها على حسب واش يكفي العائله تاعها. اللي راني نقيتها وشللتها مليح، بواسطة القشارة تاع البطاطا درت لها هكذا خطوط بهذه الطريقة. بسم الله، هاديك هكذا هاديك. عندي زوج حبات طماطيش كبار مقطعين، قشرتهم نحيت لهم القشرة والزريعة، قطعت هكذا قطع صغيرة. نحتاج البيض، الثوم، ربعة ستة، ديروا على حسب. أنا نحب نكثر الثوم في تشكتوكة خاطرش ما راحش ندير لها البصل، راح ندير برك الثوم. وعندي شوية توابل، فلفل، عندي لها كريم، ملح، فلفل كحل، شوية طماطيش مصبرة تقدروا تستغناو عليها، ديروا برك الكريم طماطيش تاع الحبة والزيت. دوك نبداو على بركة الله في تحضير الوصفة. اول حاجه راني شعلت للنار، راح ندير بسم الله، ندير الزيت هكذا في المقله وندير الزيت يسخن بيد ما نقطع القرعه. بسم الله، نقطع القرعه دوائر. بسم الله، نقطعوها هكذا شوية، ما تكونش رقيقة بزاف وما تكونش ثاني خشينة بزاف. هايدك ها بهذا بهذا السم، دير لها شوية تاع الملح. هكذا نقسم الكمية هذه على زوج. نسيت نقطع حبة. هذيك القرعة راني درت لها شوية تاع الملح، دوك نديرها تتقلى. بسم الله، في مقلاة وحدة أخرى رايح ندير حوالي ثلاثة حتى لربع موارد تاع الزيت. ندير الثوم. بسم الله، هكذا نقليه غير شوية من بعد نضيف الطوماطيش. هكذا ما نخليش الثوم حتى يتحرق، راح نضيف الطوماطيش. بسم الله، على نار قليلة. دوك نخلي الطوماطيش تقلى مليح. هنا دوك تقلات لي مليح الطوماطيش مع الثوم، رايحة نضيف التوابل. قلت لكم ملح، شوية كريم، شوية فلفل كحل،
عندي هنا طماطيش مصبره، راه ندير هكذا قل من نص مغرف غير شويه برك. هكذا ونخلي الطماطيش طيب على غالبها بلا ما ندير القطره تاع الماء، ما نديرهاش، نخلي الطماطيش هكذا تطلق الماء تاعها بلا ما ندير الماء هكذا على نار قليله نخليها تطيب. القرعه ثاني كي نكمل نطيب الكميه اللي بقات لي نعاود نولي لكم باش نكملوا الوصفه ان شاء الله. بسم الله. هكذا راهي طابت طابت المقلاة الثانية على فن خيبة، راني نحبها هكذا شوية نحمرها غير شوية، متخلوهاش هكذاك خضرا، راني نحب هكذا اللون تاعها شوية أحمر. هنا دوك خلاص لاصوص طماطيش والثوم راهي طابت، دوك رايحة نضيف القرعة. بسم الله. هكذا نخلط مليح، ندخل كامل هذيك الطماطيش في القرعة، يعني قلت لكم وصفة بسيطة هكذا توجد يعني ثمثم، غير نقلوا القرعة تجيكم الوصفة هاي. الله يبارك. هكذا نخليها على نار قليلة دوكا 5 دقايق باش القرعة تتشرب مليح هذيك البنة تاع الثوم والتوابل، بعد ندير لها البيض. هكذا خلاص دوك رايحة ندير لها البيض، راهي تشربت مليح هذيك البنة، من البنة هذيك تاع الثوم والتوابل والطماطيش، دوك رايحة ندير لها البيض. البيض راني درتلو شوية فلفل كحل شوية تاع الملح، نحركو هكذا غير شوية ونضيفو. بسم الله. هكذا نحاول كيفاش ندخل كامل البيض في التشكتشوكة هكذا باش ما يجيناش برك طبقة من فوق. ممكن نغطيها نخليها 2-3 دقايق طيب، من بعد نعاود نولي لكم باش تشوفوا الوصفة في طبق تقديم ان شاء الله. تكتوك القرعة كما راكم تشوفوا راهي تشهي ما شاء الله، صدقوني جات بزاف بزاف بنينة، جربوها بهذه الطريقة أكيد ما رايحش تندموا إن شاء الله، لأنها فعلا وصفة اقتصادية ووصفة سهلة التحضير. نتمنى من كل قلبي أنكم تجربوها. بسم الله. دوك نوري لكم التكتوكة تاعي كيفاش جات، ما شاء الله روعة، الله يبارك. وصفة سهلة التحضير، ما تديش بزاف الوقت، هذيك روعة ما شاء الله، صدقوني تجي بزاف بزاف بنينة. بما انه ما درناش ما درتش الماء في لاصوص تاعها، شوفوا كيفاش جات ما شاء الله روعة، الله يبارك. جربوها حبيباتي كما قلت لكم ما راحينش تندموا ان شاء الله. ما تنساونيش حبيبات قلبي بلي جام لا فيديو، ابوني للقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد فيديوهاتي. احبكم في الله، والى الملتقى ان شاء الله مع فيديو اخر من فيديوهات لين دايسمين للطبخ.